علي أن أذهب إلى بيت الحاج صالح. الإيجار؟ اليوم الثالث في الشهر، وأخشى لو كان أبوكم حيا. لما البركة فيك أنت. البركة في أنا، أدور على بيوت الناس عندكم غسيل ملابس. العمل ليس عيبا، وكل مهنة شريفة. وأنا أشتغل عند محمود النجار وأساعدكم. أنت؟ نعم، تساعدنا أكثر عندما تنجح إن شاء الله. أكملي ترتيب ثياب بيت سالم، وسأعود وأذهب بها عند عودتي من بيت الحاج صالح. أمي، بعد أن أنتهي من ترتيب الثياب سأذهب لزيارة فاطمة. طيب، لكن عودي قبل مغيب الشمس. ليس في صالحنا. حملت البارحة، لكن الخوف. الخوف؟ الخوف من ماذا؟ أن ترفض. خفت تسألني كيف تعرفينه. أنا أتصرف إذن. كيف؟ أخطبك من أهلك مباشرة. أتمنى أن أضمن موافقة أمي قبل أن تفاتحها بالأمر. أمينة، 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 أسبوعين ونحن على هذا التردد. أريدك زوجتي على سنة الله ورسوله اليوم قبل غد. مهني يومين فقط. أنا أيضا أشتاق إليك. ربما أكثر. ثلاثة أيام لم أرك فيها. كنت أجن، صدقيني، حاولت أن أكتب إليك رسالة. رسالة؟ كيف؟ أمس التقيت بوليد، صديق أخي سامي. بالضبط.
تربطنا صلة قرابة من طرف أمه، وهو فوق هذا صديق لي، لكنه ما يزال صبيا. لكن عقله كبير. أنا أيضا أعزه كثيرا، لكن موضوع الرسالة. ما بها؟ حلوة. أنت الحلوة. أمينة، ما رأيك؟ ماذا؟ أن أخذك معي إلى بيتنا. لا لا لا، بل تعيد لي حالا. قلت لأمي سأذهب لزيارة فاطمة، وأخشى أن تسأل عني هناك. فاطمة؟ ومن تكون هذه فاطمة؟ ستعرفها في المستقبل، إنها إحدى صديقاتي. ارجع الآن. يبدو أن لا مفر أمامي من اللجوء إلى وليد. تقصد الرسالة؟ متى ستكتبها؟ تعالي إلى هنا. اذهبي إلى دكان الحاج محمد في السوق، أبلغه تحياتي وسلمه هذا المبلغ. وليد، أظنك سألتني أمس عن حاجيات، أقلام أو دفاتر. نعم يا أبي. حسن، خذ هذا المبلغ واشتري حاجتك. أذهب الآن؟ طبعا الآن أفضل. أأتيك شاي آخر؟ شكرا لك يا أم جاسم، هذا يكفي. لما كل هذه العجلة؟ مجلسكم لا يمل، ولكن كما تعلمون العمل كثير. الإيجار يا حاج صالح. خذي النقود يا امرأة. حاضر. مع السلامة. مع السلامة. وليد، تعال يا بني. مساء الخير. أهلا بني، هل قابلت سامي بعد المدرسة؟ لا. والدروس؟ سآتي أدرس معه بعد عودتي من السوق. إن لم تأتي إلي فسيقضي كل وقته باللعب. سأجيء وستتعشى معه. شكرا. بلا شكرا. أقول، كيف حاله بالدروس الآن؟ أفضل من قبل بكثير. هذا فضل يعود إليك. أنا؟ اسمع يا بني، هل باستطاعتي أن أكلفك بشيء من السوق؟
حاضر. تجلب لنا معك صابون. مرحبا. مرحبا خالد. من؟ وليد؟ اهلا اهلا وليد. الى اين؟ الى السوق. تعال تعال اركب. شاركنا في اللعب بعد عودتي من السوق. ياه كل يوم من السوق الى السوق. اذا متى نلعب؟ سامي سامي إلى هنا. لم تسمح لأمينة كي تخرج معاه. نعم قبل أيام. نعم خرجت معه ولم تعد إلا مع المساء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم وسمعت أيضا وسمعت نعم أنها نامت معه في إحدى الليالي. أستغفر الله أستغفر الله الله أكبر. أستغفر الله يا رب. الوضع طبعا ويقول يجب ان يضع الرجال حدا لهذا الاستفزاز.
الدار. أي والله أي والله أظنهم أنهم سيبحثون الأمر في المجلس هذه الليلة. حسنا. زوجي غاضب جدا، يخشى أن يعم الفساد فيشمل بناتنا. الفساد الفساد، أبوها أبوها ما. أهلا 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 أمينة. أهلا صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. استريحي أم أمينة استريحي. أهلا وسهلا. أهلا يا عيني عليك، تعبانة تعبانة. أم أمينة، كيف حال أمينة وسامي حفظهم الله؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على أمينة يا عيني. تفضل يا أم أمينة. لذيذ هذا الشاي لذيذ. أي والله. أقول لكم ماذا؟ هل سمعتم عن خلاف زكية وزوجها؟ ما زكية؟ واحدة أعرفها أنا. وماذا بها أيضا؟ يقولون إن زوجها طلقها. طلقها؟ نعم طلقها. ويقولون، واستغفر الله مما يقولون، استغفر الله يا رب استغفر الله، يقولون ان زوجها رآها تركب في سيارة تاكسي حمراء. نستطيع الان الانتقال الى درس الجغرافيا. وإنك تفضل أن أرتاح قليلاً. وأنت؟ وأنا أفضل أن أرتاح قليلاً. طيب أظنكما جائعين. أي والله. تفضل. شكراً. سامي نعم، اجلي الماء لك ولوليد. حاضر. وليد، ماذا كنت تريد أن ما بك؟ ماذا كنت تريد أن تقول؟ هيا ماما. تفضل يا وليد. تفضل. يا جماعة، هناك موضوع يهمنا جميعا لا بد من مناقشته. أقصد موضوع أمينة بنت جارنا المرحوم أحمد. موضوع خطيرا بالفعل. نعم، اتصل بسمعتنا وشرف بناتنا. أظن أن الأمر زاد عن حده. بالطبع، والسكوت عن جريمة. قبل أيام كانت أمينة راكبة في المقعد الأمامي لسيارة التاكسي الحمراء. نعم، وبجانب سائق التاكسي شاب ووسيم غريب علينا ويلعب على بناتنا. وهل يعرفه أحد منكم؟ نعم، يمت بصلة قرابة بعيدة لأهل زوجتي. لكننا بريئون منه ومن مشاكله. زوجتي ذاتها غير راضية عن تصرفاته. ولا ننسى أن الرجل لا يطمع بامرأة إذا لم يجد تجاوبا منها. ليس فينا من يرضى بسلوك أمينة. الحل ليس فينا من يرضى بالسمعة السيئة. في الحقيقة بدأت أخاف على أختي. يا جماعة، الحل أن نتخلص من مصدر المتاعب. وكيف؟
كما تعلمون أن أمينة وأهلها يسكنون بيتا مستأجرا. نعم. وبإمكانهم أن ينتقلوا إلى بيت آخر وفي حي آخر. في هذه الحالة على الحاج صالح أن يتصرف، يطلب منهم إخلاء بيته. ولكن أنسيتم المرحوم أحمد أبو أمينة، كان رجلا صديقا لنا جميعا، وأن ابنته يجب أن تكون ابنة لنا جميعا. الحل بيدك. بيدي؟ كيف؟ سائق التاكسي قريبك، أنت تتكفل به ونحن نتكفل بأمينة. هذا صحيح. يا جماعة، أنا لا أعرف سائق التاكسي شخصيا، قلت لكم إنني بريء من قرابته. كل الذي أعرفه أن له صلة قرابة بعيدة لأهل زوجتي، هذا ما قالته زوجتي لي. أما أنا فلم ألتقي به ولم أرى حتى شكل وجهه. إذن علينا أن نمنعه من دخول الحي راكبا أو ماشيا. كيف؟ كيف؟ ننتدب مجموعة من أولادنا الشباب يتصدون له إذا جاء إلى شارعنا. نعم، ولن يعود إلى هنا ثانية. فكرة جيدة. نعم، سنلقنه درسا لم ينساه. إلا يعترض أبو وليد. أعترض؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه قريبك. يا رجل، قلت لك ألف مرة إنني بريء من قرابتك. حسناً، وأنا من جانبي أتعهد لكم شخصياً بأن أتحدث مع أم أمينة بموضوع سلوك أمينة في أول فرصة أراها فيها. المهم الآن أن نضع حداً لدخول هذا المستهتر إلى حينا. وسلوك أمينة يهمنا جميعاً. هذا صحيح، ولكن ما أدرانا من أنها هي التي ستذهب إليه بدلاً أن يجيء إليها. والحل أيضاً هو بيد أبو وليد. بيدي أنفهم. كيف؟ يجب علينا جميعاً أن نراقب أمينة، وخير من يستطيع رصد تحركات أمينة هو ابنك وليد. لأنه غالبا ما يكون مع سامي في بيتهم. وأضف إلى ذلك أنه صبي ذكي. هل عندك مانع؟ ستذهب عصا اليوم إلى السوق أيضا؟ لا أدري، لماذا تسألني؟ سائق التاكسي الحمراء يجيء العصر عادة. سائق التاكسي؟ ما به؟ وما علاقة ذهابي إلى السوق بسائق التاكسي؟ إذن أبوك لم يخبرك بعد؟ يخبرني؟ بماذا؟ إنك مكلف بمراقبة أمينة. أنت تعرف علاقة أمينة بسائق التاكسي؟ أخي علي سيكون من بين الشباب الذين سيتصدون لسائق التاكسي عندما يأتي إلى المنطقة، سينال درسا لن ينساه. أبي يقول يجب أن نوقف هذا المستهتر عند حده. 5-1 ستكون المعركة كما في السينما. 5-1 ستكون المعركة كما في السينما.
هناك أمر أريد أن أسر به إليك. القضية تتعلق بأمينة. المسألة وما فيها مطلوب منك أن تراقب تصرفات أمينة. ذهابها، مجيئها، تلتقي بمن؟ لا لا وليد، لقد وقع عليك الاختيار لأنك شاب ذكي وحليم. سامي صديقي وأخته. أعرف أعرف هذا يا بني. القضية كلها تخص سامي وأمه وأخته. اسمع، أنا لا أريد أحدا أن يعرف بالأمر، وخصوصا سامي وأمه وأخته. سأسمع منك الأخبار. ماذا قلت؟ ماذا أقول؟ حسناً، إذن سأسمع منك الأخبار من هذه الليلة. ستكون المعركة كما في السينما. خمسة ضد واحد. خمسة ضد واحد. ستكون المعركة كما في السينما. خمسة ضد يقلقني. يخيل إلي أن المهمة صعبة عليه، وخاصة هو يحب سامي كثيرا. عائلة طيبة، ولا أدري ما الذي حدث للابنة فجأة. ولا أدري كيف وافقتهم على أن يقوم وليد بالمهمة يتجسس عليها. ولكنك قلت لي أن الحاج صالح هو السبب. رجل ماكر نجح في أن يصطاد عصفورين بحجر.
الظهور بمظهر الرجل الشهم والمحافظة على مستأجريه. أتظن وليد يعرف شيئاً عن علاقة أمينة بخالد؟ حتماً يعرف، يعرف، وإلا لسألني عن سبب تكليفه بالمهمة. أتعلمين بأن الرجال لمحوا لمشاركتي بالقضية؟ مشاركتك؟ كيف؟ بسبب علاقة القرابة بين أهلك وخالد. وما علاقة هذا بذاك؟ هي قرابة بعيدة جدا. أنا مثلا لو رأيته أمامي لما عرفته، لكن وليد يعرفه. يعرفه؟ كيف؟ قبل أكثر من شهر قال لي وليد عرفني خالد وأوصلني بسيارته إلى هنا. القضية في هذه الحالة خطيرة. خطيرة؟ قريبك هذا سيفسد أخلاق وليد. ها وليد، ما الأخبار؟ أية أخبار؟ أخبار التاكسي الحمراء؟ حتى الآن لا شيء. افتح عينيك جيدا. مرطة. سامي، 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 وليد هنا. وليد، أهلا وليد، تعال تعال أنت. نخرج؟ لا، نجلس. نجلس هنا كما تشاء. أحضر معك كتاب التاريخ. الحمراء
وما أدراني، لقد جئت قبلك بقليل. أين باقي الشباب؟ أنا ذاهبة إلى بيت الحاج سامي. سأعود قبل أذان المغرب. طيب. أعدي شيئا لعشائنا. سأفعل، ولكن بعد أن أزور فاطمة. إياك أن تتأخري. لن أتأخر. مرحبا ابو سعيد. اهلا يا هلا. ما هي الاخبار؟ الم يجيء بعد؟ سائق التاكسي؟ لا. وامينه؟ حتى الان لم اراها. اين باقي الشباب؟ سياتون خلال دقائق. عسى لا يتاخروا اكثر. لا اظن ان يتاخرون. نخرج بعد قليل. إلى أين نذهب؟ أنا ما شئت. أنا ذاهبة إلى بيت فاطمة. ماذا قلت له؟
لم أقل له شيئا. لماذا يا رب؟ لا أدري. لو كان بقية الشباب هنا. وليد ماذا حدث؟ لا شيء لا شيء. السلام. أنت ذاهب؟ ذاهب. بل أنت شاهد المعركة؟ لن نشاهدها. لعل سائق التاكسي الحمراء لن نجيء اليوم. حتما سيجيء. لقد تعود المجيء كل يوم. لا لا وين حصل تاكسي يعني مش وين حصل تاكسي وين نروح زين يا لينا الحين مرحبا اهلا وليد ها تعال تعال اركب صاحبك من وليد أظنه ذهب إلى السوق كعادته عصر كل يوم إلى السوق أبوه يرسله سامي ماذا حدث أمس عندما توقفت السيارة عند بابنا سيارة؟ أية سيارة؟ عندما كنتما تدرسان ثم خرج وليد وأنت بعده لم أرى سيارة وليد لم يقل لي شيء لا شيء لا شيء إذن أنت تعرف عن علاقتي بأمينة الكل يعرفون لولاك تحدثت كارثة كارثة؟ أقصد فضيحة ومعركة وأنت أين كنت ساعتها؟ في بيت أمينة؟ وهي كيف استقبلت الأمر؟ حتى الآن لا تعرف عن اتفاق رجال في الديوانية وددت لو أخبرها ولكني لم أجد الفرصة فرصة؟ والجرأة كانت لابسة عباءتها وهي بصدد الخروج إليك ولكني منعتها من الخروج حسنا فعلت هي لا تعرف سبب معارضتي لفكرة خروجها ستعرف ستعرف عاجلا أم آجلا وسوف تشكر لك موقفك أنا أيضا سأشكر صنيعك وعندما يكون لنا بيت أنا وأمينة ستزورونا باستمرار أقصد بعد أن نتزوج وليد القضية على ما يبدو تعقدت كثيرا وليد لو جئت إلى أبيك هل تعتقد أنه سيساعدني؟
أبي، أبي أكثرهم غضب، هو الذي كلفني لمراقبة أمينة. وليد، هل أراك غدا؟ سأحاول. عندي رسالة، أريدك أن توصلها إلى أمينة. عندك مانع؟ اسمعي، أريد أن أعفيه من مهمة مراقبة أمينة. يجب ألا نورطه في مثل هذه المشاكل، خاصة وهو يحب سامي كثيرا. كيف عرفت؟ ماذا؟ إن سائق التاكسي لم يأتي. لم أقل هذا، قلت لعل سائق التاكسي لم يجي. لكنه لم يجي. لماذا؟ علمي عنك. كنت مع سامي؟ كل الوقت. الساعة الخامسة الآن. حسن، هل هناك أخبار جديدة؟ جاء سائق التاكسي الحمراء وأمينة كانت ستخرج إليه. وبعد؟ أنا منعتها. لماذا؟ لا أدري. ولد شأن. وسائق التاكسي ذهب ولم يعد. لم يعد؟ هل منعته أيضا؟ وليد، أنت تعرف خالد أليس كذلك؟ هو الذي يعرفني. اسمع، أريدك أن تبتعد عن خالد نهائيا. خالد رجل طيب. رجل طيب، لو كان كذلك لما عبث بأعراض الناس. خالد هو ما به؟ هو يبغي الزواج من أمينة. لو كان صادقا لسلك مسلكا شريفا. اسمع، منذ اليوم اترك مراقبة أمينة. هيا ذهب إلى غرفتك واعتني بدروسك. ها، ما هي الأخبار؟ والله يا حد صالح، كل الذي أعرفه أن سائق التاكسي جاء لمرة واحدة ولم يعد، ولا أدري أين كان شبابنا في حينه. سائق التاكسي وقف عند باب بيت أمينة ولم يكن ساعتها سوى اثنين، لحقوا به ولكنه هرب ولم يعد بعد ذلك.
ربما عرف ما يبيتونه له. هذا مؤكد. ما أن رآهم يقتربون من السيارة حتى هرب كالجبان. رآهم؟ وكيف؟ رآهم في المرآة. والحل؟ والحل ينتظروه غدا من الصباح وحتى يغفروا به. ما رأيك حاج صالح؟ ألم يأتي وليد اليوم؟ لم يأتي. لماذا لم يأتي؟ لا أدري. أين أمي؟ لا أدري. وليد؟ ذهبنا إلى السوق أيضاً. قد يجي سائق التاكسي الحمراء ويفوتك منظر المعركة. وقد لا يجيء. كيف عرفت؟ وليد، ما الأخبار؟ نام بانتظارك. وليد، تعال اركب، تعال. يجب أن نعود بسرعة. وليد، هذه الرسالة، أرجوك. هل جاء صاحب التاكسي الحمراء؟ لا. لماذا؟ علمي علمك، لكن أمينة أطلت من الباب عدة مرات. نعم، من خالد. أشكرك. شوقي إليك كبير، لكني مضطر إلى الابتعاد في هذه الفترة. أهل الحي عرفوا بأمر علاقتنا، وهم على ما يبدو يبيتون لي نوايا سيئة، مع أني
لا أنوي شرا معك أمينة، أريدك زوجة لي. موقفهم هذا لن يمنعني، سأستبدل السيارة الحمراء بثانية من لون آخر، وسأنتظر عندما تهدأ الأمور، بعدها أجيء إلى أمك طالبا يدك، وحتى ذلك الحين سيكون وليد هو الوسيط بيننا. خالد. شوقي إليك كبير، لكني مضطر إلى الابتعاد في هذه الفترة.